تملي بحب اساعد ماما في البيت في كل حاجه، يعني بحب اساعد اوضب معاها البيت، احب اعمل الاكل، بساعد مامتي في البيت في ترويق البيت وفي سريري وفي ترتيب هدومي والحاجات دي كلها. بحب ان انا اساعد ماما وكده، وماما بصراحه ما بقدرش ان انا اشوفها بتعمل حاجه وانا ما اعملهاش. والدي ملوش علاقه بالموضوع خالص، انا يعتبر ممكن بقف معاها اكتر، يعني هو انا اكتر واحده بس انا ما بساعدهاش قوي. اي حاجه بتطلبها بجيبها لها، اي حاجه نفسها فيها برضو، مجرد بس احساس اللي انا احس ان هي عايزه حاجه لازم اجيبها لها. قليل طبعا، مش كل حاجه، يا ربنا يخليها اللي بتعمل كل حاجه. ويعني اروق اوضتي مثلا، مش بطبخ طبعا على طول، بسيط كده يعني، بس هي اللي بتعمل كل حاجه. بغسل المواعين. بساعد نفسي وبساعد عيال ولاد، ربنا يكرمهم يا رب. احنا كلنا متعاملين مع بعض الحمد لله، يعني ما فيش حد، انا معيش بنات بس معايا اولادي، واولادي بيخافوا عليا وبيساعدوني في كل حاجه. في حدود المعقول ينزلوا يجيبوا حاجه من تحت كده، بنتي ممكن تعمل معايا في المطبخ، انما صراحه هو اللي شايل الليله. لا، بنتي هي اللي بتساعدني في البيت. الحقيقه الزوج بيساعد اكتر، بس لازم الاولاد يتعلموا ان هم يساعدوا عشان ما يبقوش اعتماديين، واحنا لما بنخليهم يشاركوا في البيت ده بيخليهم يحسوا بالانتماء اكتر للبيت. طبعا البنات، الاولاد مفيش حاجه اسمها بيساعد في البيت، يعني لو راح يجيب الطلبات يبقى كويس، بيجي مثلا عن سن 16 17 سنه ويقول لا خلاص انا ماليش دعوه بالمسائل ديت، انتوا تعاملوا مع نفسكم، انا دلوقتي اصبحت رجل في البيت. طب هو مش الرجل المفروض بيبقى عليه مهام زيه زي المراه؟